هاد المباراة اللي شفتوها اليوم ديال فريق ديال اللي تابع الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين، اللاعبين اللي ما عندهمش نوادي، اللي تيبحثوا ما لقاوش شي نادي باش يزاولوا مع مشوار ديالهم الكروي، وهذا من الاولويات والواجب على الاتحاد باش يدير تربص اللي بدا من 20 حتى 28 غشت، استعدادات تدريبات تقنيه ذهنيه من طرف محمد سهيل، مهدوفي، حديواد، رضا اللي تكلف بحراس المرمى، والطاقم التقني الطبي اللي موجودين، كذلك واحد الكوتش مونطال اللي دار معهم جوج ديال الحصاص، التحكيم تا هو جبنا جوج الحكام دوليين باش يوريوهم وجد واستجد في التحكيم الجديد من ناحيه ديال الفندق خمس نجوم بيركين فيت مؤهلين بي سي ار قبل ما يبداو هاد الدوره هذه اللي كانت فيها هاد ثمانيه ديال الايام، مباراتين في هذا الاسبوع ضد وداد تماره في تماره واليوم مع الاتحاد البيضاوي، خلات بعض اللاعبين يشوفوا هاد الفرق يمكن يلتحقوا بهم. بعدها في هاد اربع ايام خمس ايام جوج اللاعبين كانوا مشاو، وعاود مع وداد تماره شافوا بعض اللاعبين، هنا الاتحاد البيضاوي راه مادحي شاف بعض العناصر وعلى الاقل واحد جوج اللي يمكن يدعموا الفريق ديال الاتحاد البيضاوي، وهذا هو المرغوب فيه، هو ان هاد اللاعبين يلقاو فرصه التحاق بشي فريق. وهاد الاسبوع اللي دوزناه كان غني بالاستعدادات التقنيه ولا البدنيه ولا التاهيليه اليوم، لان تعرف ما تكونش عندك واحد النادي تمشي تدرب بوحدك المره الاولى الثانيه تتعكس تبدا يبان لك مشاكل، يمكن ما غاديش نلقى فريق، وهذه من الاشياء اللي خلاتنا باش ندير لهم واحد كوتش مونطال جوج ديال الحصص بدايه ديال الاسبوع، واليوم هذا اليوم ديال الجمعه اللي دازت باش عطاهم نصائح اللي تخليهم يكونوا متفائلين ويكون عندهم واحد الامل بانه راه مازال الابواب تبقى مفتوحه، وكذلك هذا كما قلت واجب على الاتحاد المغربي. الحمد لله المقابله دازت في اجواء مزيانه، واخا خسرنا الماتش ولكن المردود كان مزيان، الحمد لله درنا مقابله مزيانه، هذه كانت فرصه ليا باش نثبت الوجود ديالي، الحمد لله تم الاختيار ديالي من طرف جوج فرق اللي لعبنا معاهم لي ماتش اميكو. الحمد لله كتبقى هذه واحد المبادره اللي جد مزيانه للاعبين اللي ما عندهمش فرقه باش يثبتوا الوجود ديالهم باش يقلبوا على راسهم. كنبغي نشكر ستاف ميديكال، ستاف تكنيك، الجامع اللي ساروا على هذا الستاج هذا، وهذه كتبقى فرصه لجميع الشباب اللي ما عندهمش فرقه باش يقلبوا على راسهم ويثبتوا الوجود ديالهم. بالنسبه للمقابله وجدنا لها مع السي محمد مديحي، فريق ديال الطاس عنده لاعبين عندهم امكانيات محترمه وفايتين اللاعبين اللي مجموعين عندنا في المستوى، داكشي علاش بغينا هذا الاحتكاك يكون معاهم. المقابله جات في ظرفيه صعيبه لانه عادي يومين لعبنا مع فريق وداد تماره، كاين شويه العياء، لاعبين ما تعرفوش بعضياتهم، عاد مجموعين اون سومان، صعيب باش دير مقابله في هذا الحجم هذا، ولكن صراحه هاد اللاعبين اللي جمعناهم فاجئونا بهذا المستوى، وكانوا بنسبه كبيره كانوا مزيانين بواحد 60 ولا 70%، حنا راضين عليهم ونتمناو النتيجه اللي حنا باغيين من مور هذا التربص هذا هو انه نلقاو لاعبين اللي يمشيو يسينيو مع دي كلوب ويكون عندهم مدخول قاري وما يبقاوش في حاله عطاله. هي مبادره جميله من عند الرئيس السي الحداوي والاطر الكبار السي سهيل والسي رضا وسي المحذوفي، ونتمنوا لجميع اللاعبين التوفيق ان شاء الله. اكتسبنا واحد الخبره مع هاد الاطور هادو، واكتشفنا واحد الوليدات اللي خوتي حتى هما لعبوا معايا وجاورتهم في احد الفرق وفي كثير من الفرق، ونتمنوا من رؤساء الفرق يشوفوا من هاد الوليدات هادو حتى هما راه عندهم مستقبل زاهر وغيلعبوا ان شاء الله من هنا لقدام. كنبغي نشكر الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين على هاد الفرصه اللي عطانا كومان ستاج اللي تحت لينا بزاف الفرصه باش اننا نعيشوا حياه لي برو
الان لاعب برو بقياده مسيو لو ديريكتور مصطفى الحداوي ولي كوتشو لي ستاف تكنيك على راسهم سي سهيل. كنبغي نشكرهم جزيل الشكر على هذه الفرصه القيمه اللي عطاونا في هذه الانتقالات الصيفيه اللي ماشي بالسهل انك تجمع دي جوار في هذه الوقيته اللي صعيبه كتكون النفسيه ديالنا كتكون مهزوزه. كنبغي نشكرهم بزاف وكنبغي نشكر الاتحاد المغربي وشكرا على كل شيء.